أحد يسأل: ما حكم البتراء والجماء من الأضحية والهدي؟ شاهد لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، اللي ذنبها صغير أو جمع من الهجرون لكن مقطوعة لا، إذا كان قطع قرنها أو قطعت أليتها ما تكفي، لكن إذا كان في الخلطة جمع ما الهجرون في الخلطة أو صمعة صغيرة الأذن أو بتراء ذنبها صغير هذا ما في نص. أما كان تقطع تقطع أليتها أو يقطع أو يجال قرنها أو يكسر أو تقطع الأذن لا، النبي نهى عن أضفاء الأذن والقرن.